بسم الله الرحمن الرحيم، معكم محمد متولي من المركز العربي لنظم المعلومات الجغرافية. إن شاء الله موضوع الفيديو دوت هنتكلم فيه عن موضوع بسيط وبنستخدمه كتير في شغلنا، وبيستخدمه أكتر من هم بيعملوا في مجال المساحة. الموضوع بعنوان التحويل بين المساقط المختلفة، بمعنى أنا ممكن يجي لي إحداثيات لمنطقة معينة أو لنقط معينة متاخدة بأسلوب معين أو بنظام إسقاط لدولة محددة، فأنا محتاج أحوله لنظام عالمي أو من نظام جغرافي لنظام متري أو العكس. طب هنقول حاجة بسيطة على أساس نبدأ بس نشتغل عملي، لأن الموضوع بتاع الفيديو ده هيكون التطبيق العملي، يعني مش هنهتم هنا بالشرح الجزء النظري. نقول كلمتين بساط نقدر نتحرك من خلالهم. عندنا حاجة بتقابلنا، نظام الإحداثيات المصرية، النظام المتبع في مصر، يعني كل دولة بتعمل نظام إحداثيات خاصة بيها. باختصار شديد عشان تعرفوا أو تميزوا، لو جالك في أي لوحة بتلاقي الأرقام بتاعته عبارة عن 6 أرقام و6 أرقام، دايما احنا بنبقى عارفين إن الإكس 6 والواي 7 أرقام، الأرقام دي تمام. غالبية الشغل بتاعنا لو أنا شغال في الدلتا أو في حوض في نهر النيل، هتلاقي أنت داخل في الحزام الأحمر اللي هو بيكون اسمه ريد بيلت. طب بيجي المساح في الشغل بتاعه أو أي حد شغال بنظام نقط جي بي إس، جات له لوحة بالإحداثيات دي ومحتاج نحولها لإحداثيات عالمية. طب الإحداثيات العالمية ممكن تبقى إيه؟ عندنا في النوع اللي هو الهندسي أو المسطح أو المستوي، اللي هو يو تي إم كوردينيت سيستم، ده هيكون إحداثياته بتكون إكس وواي، وهتكون بالشكل ده، مثلا 6 أرقام إكس وأدي 7 أرقام واي. برضو لو محتاج تفهم ديت ممكن نحط رابط شرح مختصر للموضوع، إيه الفكرة والتقسيمة دي جت منين، بس إحنا موضوعنا النهاردة إن إحنا نطبق الخطوة دي عملي على برنامج الأرك جي إس. طب الإحداثيات الجغرافية هتبقى موجودة معانا، دي بتكون درجات دقايق وثواني، بتبقى شرق وشمال او غرب وجنوب، وده بياخد في اعتباره الشكل المجسم لكروية الارض. طيب عشان ابدأ اشتغل انا محتاج ان انا ارتب النقط اللي معايا. هنيجي في جدول اكسل، هناخد مثال معانا 4 نقط وليكن كبداية. النقط دي اول ما نشوفها كده، دي كده احنا عرفنا انها بالاحداثيات المصرية، وهقول لك ليه انت محتاج تعرف النقط بنظام ايه، لان انت لما تيجي تضيفهم في البرنامج لازم تعرفه ان النقط دي متاخده بنظام احداثيات ايه. طب البرنامج مش هيتعرف لوحده عليهم. طب لو جينا فتحنا كده، انا شفت شكل النقط، خد بالك اول سطر ما تحطش فيه اي داتا، ما تحطش فيه نقط، ابدا من السطر اللي بعديه زي كده. طب نفتح برنامج الارك جي اس، اول خطوه اعملها نضيف جدول الاكسل اللي حضرتك لسه عامله، هذه الداتا هنضيف. انا عملت هنا كونكت فولدر، وهعمل اضغط على طبقة لو عملت كده باك، كليكة واحدة هات، هيفتح لي عدد الشيتات اللي جوه ملف الاكسل، لو مفيش غيره شيت واحد اقف عليه كليك واحدة واعمل هات. بتلاحظ حضرتك ان الانتقال هنا من السلكت من القائمة الاولانية ليست باي دروينج اوردر ليست باي سورس. طب افتح الجدول كده كليك يمين، اعمل اوبن، هتلاقي ال4 نقط بتوعنا اهم. طيب اللي كل اللي انا محتاجه ان انا هقف على الجدول كليك يمين واختار ديسبلاي اكس وواي داتا. طيب هو هنا شاف الاعمدة اللي موجودة جوه، ببدأ اقول له ان عندك ادي اكس فيلد اهو، ده خد من قصادها العمود بتاع الاكس، والواي خد الواي، وانا ما عنديش زتين. طب الخطوة المهمة بقى هي دي، ودلوقتي النون كوردينيت سيستم محتاج ان انا اعرفه اللي كنت بقولك عليه دلوقتي، النقط دي من انهي نوع احداثيات، انهي نوع اسقاط. طب تختار ايديت، احنا قلنا ده الاسقاط المصري اللي هو الهندسي المصري او المسطح المصري، ده هنلاقيه جوه بروجكتد كوردينيت سيستم، هتلاقيه بعد كده حاجه اسمها ناشونال جريد افريكا، بعد كده ايجيبت ريد بيلت. طب
مش مطالب انك تحفظ، لان انت ممكن تعمل سيرش هنا، يعني ممكن تكتب كلمة ايجيبت ريد بيلت هيجيلك على طول. اضغط عليها كليك واحدة وهعمل اوكي. لاحظ معايا قبل ما نضغط اوكي التانية، هو بيقول لك هنا النظام البروجيكتد اللي انت اخترته ده لو عاوز تحوله لنظام جيوغرافيك اللي هو المرادف ليه او المطابق ليه هيكون الاختصار بتاعه ده اهو، عشان لما نيجي نحول دلوقتي يبقى انت محتاج تعرف الاسم ده. اعمل اوكي. هنا بيديني رسالة ان انا هعمل لك اوبجكت اي دي فيلد، يعني عمود رقم مسلسل، او اضغط اوكي مفيش اي مشكلة. هتلاحظ حضرتك النقط نزلت معانا، ولكن النقط دي لو ضغطنا هنا طول ما في علامة الاس دولار ساين فده معناه ان النقط دي مرتبطة بحاجة تاني، وهي فعلا مرتبطة بجدول اللي احنا لسه ضايفينه. طب الحل عشان اخليها عندي شوف فايل ثابت عندي اقدر اعدل عليه وادخله بيانات، بحولها لشوف فايل ازاي؟ اقف كليك يمين عليها واعمل داتا اكسبورت داتا، هيبدأ يختار المكان اللي هيسيف فيه. احنا هنسيف كله في نفس المكان بتاعنا اللي هو كان فين في الدي اهو، وهنسميها بوين وان مثلا، ونعمل سيف. رسالة عاوز تضيف الملف اللي انت انشأته دلوقتي هضغط يس. خلاص انا كده دلوقتي امسح ده مش عايزه. طب يعني معنى كده دلوقتي ان الاربع نقط دول نزلوا اهم فعلا، لو ضغطت ايدنتيفاي على اي نقطة فيهم تعريف يعني هتقال لك ده الاكس والواي بتاعتها. طب انت لحد دلوقتي ما حولتش اي حاجة، كل اللي عملته نقط كتبتها في جدول اكسل حولتها من جدول اكسل لشوف فايل، دي اول نقطة. طيب النقطة التانية، انت محتاج دلوقتي تحول الشيف فايل اللي انشأته ده بنظام اسقاط مختلف، يبقى هنخش على ايقونة الارك تول بوكس. انا هنا كاتب لك برضو معانا المسار اللي انت هتمشي عليه، ارك تول بوكس داتا مانجمنت تولز بروجكشن اند ترانسفورميشن بروجكت، يعني الامر بتاعنا في الاخر اسمه بروجكت. طب لو مش عارف مكانه هنا ممكن تضغط على سيرش، سيرش كده تكتب الامر بتاعك اللي انت عايزه هنا بروجكت انتر، بيجي لك ان المكان ده موجود فين اه كذا منطقة. طب انا عايز اعمله قدامك من المسار بتاعه عشان تبقى عارف مكانه برضه، داتا مانجمنت تولز بروجكشن اند ترانسفورميشن ادي بروجكت، دبل كليك كل اللي هتعمله حضرتك اختار طبقة البوينت اللي عندك، طول ما هي بقى انت ضفتها من الاول بنظام اسقاط البرنامج قراها لوحده اوتوماتيك. طب انت محتاج تسيبها فين؟ هنسيبها باسم بوينت بروجكت على سبيل المثال. طيب انت بقى هنا ليك حرية الاختيار، انت محتاج تحول الاحداثيات دي لاحداثيات ايه؟ هتقول لي عايز احولها احداثيات جغرافية. الجغرافية عندك هنا هيبقى نوعين، عالمية ولا برضو المحلية. طب المحلية انت تعرفها منين؟ اللي احنا لسه لما كنا في البداية اللي قلت لك المرادف بتاع البروجكت كانت الكلمة اللي كانت طالعة تحت ايجيبت ريد بيلت. طيب نجرب مثلا دلوقتي هوريك مكانها، ادي جيوغرافيك ادي افريكا وادي ايجيبت 1907، مش ده الاسم اللي كان موجود معاك جي سي اس ايجيبت 1907 مظبوط؟ ولكن المثال بتاعنا هنا او الشخص اللي طلب منا الفيديو ده هو محتاج يحولها لاحداثيات جغرافية عالمية، مفيش اي مشكلة خالص. هيبقى جغرافي كوردين سيستم، هنختار وورلد دبليو جي اس 1984. ولو حضرتك برضو محتاج تعرف احنا اخترنا ليه ده وليه ده، الموضوع ده ممكن يعني نعمل له كده شرح بسيط نظري 2 أو 3 دقايق تفهم القصة كلها جت منين، بتاعت ليه بنختار دي ودي عبارة عن ايه. طب هنعمل اوكي، هو هنا بيقول لك انت هتحول من كذا لكذا، هعمل اوكي. تلاقي تحت هنا بيحمل ان هو بينفذ الامر، تطلع لك رسالة تم او فشل. في
تظهر رسالة معانا بالشكل ده، بروجكت تحتية مش ظاهرة في الشاشة. طيب محتاج أضيف النقط اللي أنا عملتها جديدة، كنت مسميها ايه؟ بوينت بروجكت. طب بيقول انت هتضيف نقط اللي هي اسقاط مختلف عن النقط اللي موجودة، هنعمل كلوز مفيش مشكلة يعني، موافق دلوقتي عشان بس ابين لك حاجة تاخد بالك. ايه اللي حصل هنا؟ احنا ممكن نغير اللون ده خالص، نخليه كده. النقط الاولانية اهي، حضرتك تلاحظ ان لما غيرنا نظام الاسقاط المكان نفسه اتغير. عارف حضرتك المسافة دي كام تقريبا؟ 162 متر، واخد بال حضرتك؟ طيب هل دي صح ولا دي اللي صح؟ هقول لحضرتك الاتنين صح حسب طبيعة شغلك. انت شغال بأنهي نظام اسقاط؟ النظام اللي انت شغال بيه الشغل كله يبقى نظام اسقاط واحد. طيب لو في المثال بتاعنا ده حبينا نضيف، احنا حد كده احنا ادي لسه ما حولنا النقط في مكانها صح. طيب افتح الجدول بتاع البيانات، مكتوب جوه الاكس والواي الاولانيين اللي كانوا في النظام القديم. طب ينفع يعني انا جيت سألتك دلوقتي انا عاوز النقطة دي احداثياتها كام، والنقطة دي والنقطة دي بالنظام الجغرافي العام اللي انت لسه عامله؟ اقول لحضرتك ضيف لي 2 فيلد جداد، هات فيلد وهنسميه مثلا ايه، خلي نوعه تكست، وفيلد تاني هنسميه واي ونوعه تكست ماشي، عشان في واي قبل كده احنا كنا المفروض نسميه ان، ممكن نغيره من هنا خليها ان. طب انت محتاج تحسب الايه صح، هنعمل كده دبل كليك يمين كالكوليت جيومتري يس. انا محتاج احسب الاكس، اللي هي الاكس هنا بيقول لي بقى بانهي نظام، بالايجيبت ريد بيلت ولا بالجغرافي الجديد اللي هو دبليو جي اس 84 احنا لسه حاسبين عليه. كل اللي بتعمله بتغير بس كده، ادي اخترت دبليو جي اس 84 هنا، درجات ودقائق وثواني. اوكي الرساله دي انت هتضيف داتا وانت مش عامل ستارت اديت. اوكي يس ظهرت الاحداثيات الجديده. طب الناحيه التانيه برضو نفس اللي عملناها نكرره هنا، هنختار بس الواي بالنظام دبليو جي اس 84، يبقى دي احداثيات النقط الجديدة. يعني انا لو جيت عملت كده كليك يمين كوبي سيلكتد وجيت على شيت الاكسل بتاعي، رحت عامل بيست كده، نفس الحكاية تبقى دي كده ايه، ادي الاحداثيات بتاعتنا بنظامين، بالنظام المصري وبالنظام الجغرافي العالمي، ده الاسقاط الهندسي المصري وده الجغرافي العالمي اهم. لو محتاج تطلعهم اكسل مفيش مشكلة، الارقام معاك اهي. طب نشوف كده، كنت انا قبل ما اعمل الخطوة دي احنا كده خلاص حولنا النقط، تقدر تحسب المساحة ما بينهم، ترسم مضلع، محتاج تطلعهم في اكسل طلعناهم. طب عايز اشوفهم على الخريطة، انا عندي هنا مثلا ممكن اضيف طبقة ال مش هتضاف عشان مفيش نت. طيب لحد كده انت خلصت الشغل بتاعك، حولت النقط تشتغلها. الدرس اللي جاي ان شاء الله هنتكلم بقى النقط دي انا محتاج احولها تظهر معايا على برنامج جوجل ايرث بامتداد كي ام ال. طب الدرس في درس تاني محتاجين النقط دي نحولها اوتوكاد. طب واحنا هنا دلوقتي واحنا فاتحين الارك محتاج اظهر الاحداثيات الاكس والواي عليهم. اقول لحضرتك تعمل دبل كليك على الطبقه اللي انت عايز تظهر بياناتها الداخليه، اقف على الليبل اختيار ليبل صح، محتاجين نظهر ايه، احنا مطلعين الاي والان صح، الاي اكسبريشن ان اللي هي كانت دي ابند، ممكن نكتب هنا في بي نيو لاين. الليبل ده ليه موضوع لوحده هنتكلم فيه ان شاء الله. يبقى انت كده ادي احداثيات المنطقه بتاعتك ظهرت معاك بالشكل ده.
نفس الكلام ده لو عايز تعمله هنا هنعمله هنا كده. لو حبيت نراجع مراجعة سريعة دلوقتي، احنا عملنا ايه؟ احنا حطينا البيانات بتاعتنا في جدول اكسل الاول، بعدين ضفنا جدول الاكسل من اد داتا، ضفنا الجدول معانا هنا، ضغطنا على الجدول كليك يمين ديسبلاي اكس واي داتا، وعرفنا انها جايه بالنظام الاسقاط المصري اللي هو كان ايجي تريد بيلت، نزلت معانا بوينت. ضغطنا على ارك تول بوكس، اخترنا الاداه اللي اسمها بروجكت، ورحنا محولين من النظام الحالي للنظام اللي احنا عايزينه حسب طبيعه شغلك. هنا اخترنا الجغرافيا العالمي مثلا، طلعت لنا النقط بالشكل ده، وطلع الفرق اللي هو 162 متر ما بين كل نقطه والتانيه. كده انت اصبح معاك شيف فايل جديد باحداثياته العالميه، في نفس الوقت حولناه اكسل وظهرنا عليه البيانات. ان شاء الله الدرس اللي جاي هنشوف بقى نحول الكلام ده ينزل على جوجل ايرث ازاي، ناخده معانا ملف يبقى الموبايل واحنا في الموقع نتاكد برضو منه ازاي. ان شاء الله ويا رب نكون قدرنا نوصل لكم معلومه باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم محمد متولي، مركز العربي نظم معلومات الجغرافية. إن شاء الله هنتكلم في الفيديو النهاردة عن درس اسمه اقتطاع جزء من مرئية فضائية باستخدام الأمر Extract by Mask. هنستخدم برنامج ArcGIS 10.2، ده اللي احنا هنشتغل عليه النهاردة. طب الفكرة العامة ايه؟ عندنا مرئية فضائية الشكل ده، عايزين نقطع جزء منها وليكن اللي هو شكل الدايرة. طب عايزين نقطع الجزء ده، انا عندي مش مرسوم، فانا هضطر ان انا هرسم بوليجون على المنطقة اللي انا عايز اقطع منها. الامر ده كمان في ميزة ان انت ممكن تقطع عن طريق بوليجون او عن طريق صورة تانية، يعني ممكن اقطع صورة بمدلولية صورة. طب التنفيذ العملي بيكون ازاي؟ نبدأ نفتح برنامج الارك. عندنا هنضيف الداتا بتاعتنا، الداتا هيكون هنا صورة فضائية أو طبقة دم أو أي مرئية عندك، مفيش أي مشكلة خالص، أي الطبقة بتاعتنا تظهر معاك بالشكل ده. طب أنت محتاج تقطع جزء معين، وليكن طبقة البوليجون اللي احنا أنشأناها قبل كده اسمها باوندري، نعمل لها أد، خلي دي كده لون أحمر أو أصفر عشان تبان. يعني موضوع الدرس، انا عندي مرئية فضائية بتشمل مدينة معينة او محافظة، وانا عاوز اشتغل الشغل بتاعي او الدراسة على منطقة واحدة صغيرة منها، فانت بالتالي محتاج تقص الجزء ده من المرئية الكبيرة. طب اتفقنا قبل كده في الفيديو اللي فات واللي قبليه ان الاوامر بتاعتنا كلها هتشتغل بارك تول بوكس. طب الامر اللي هنشتغل بيه اهو اكستراكت باي ماسك، موجود فين؟ سبيشال اناليس تولز اكستراكشن جوه. طب انت مش عارف مكانه، مفيش اي مشكلة خالص، هتيجي على سيرش وهتكتب كلمة اكستراكت او ماسك، يعني اي كلمة فيها. تعمل سيرش، تبدأ هو ايه جابلك الامر اهو. طب ضغطنا عليه كليك واحدة، الامر زي ما حضرتك شايف مختصر، هتحط الصورة وبعدين هتحط الطبقة اللي احنا عايزين نقطع بيها. يعني الصورة اللي عايز تقطعها الأساسية فين؟ اهي اللي هي الدم الأساسية. طب الطبقة اللي انت عاوز تقطع بمدلوليتها اللي هي البوليجون الشكل بتاعنا ده، نختار من هنا السهم ده، ادي باوندري، ده مكان الحفظ، واعمل اوكي. ادي كود الموضوع، هتلاقي تحت هنا الأمر بيتنفذ، مكتوب تحت اكستراكت باي ماسك الشريط اللي من تحت هنا. الوقت اللي بياخده البرنامج حسب حجم الصورة وحسب سرعة الجهاز عندك. الأمر دلوقتي اتنفذ حاليا، بدليل لو انت جيت عملت هيدن للصورة الكبيرة هتلاقي الصورة اللي باقية اللي هي الصغيرة دي بس، تبدأ بقى تشتغل بيها منطقة الدراسة بتاعتك. يبقى احنا كده عملنا ايه؟ ضفنا الصورة الكبيرة الأولانية، بعدين ضفنا طبقة البوليجون، جبنا الأمر اللي اسمه اكستراكت باي ماسك اهو، ضغطنا عليه، بعدين ضفنا الصورة الكبيرة، طبقة البوليجون اللي عايزين نحفظها نقطع من خلالها، وهنا مكان الحفظ، وعملنا اوكي. ده كل اللي احنا عملناه لحد ما وصلنا للشكل النهائي بتاعنا ده. بس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.